ومن بنغازي ينضم إلينا أحمد المهداوي المحلل السياسي. سيد أحمد، يعني كيف ترى هذه الدعوة؟ في أي سياق تضعها الدعوة التي دعاها المشير خليفة حفتر؟ هل هي بمثابة إعلان حرب؟ أهلا وسهلا. نعم، دعوة المشير خليفة حفتر للاستعداد لمواجهة الانتهاكات التركية، أو بمعنى أصح التحشيد التركي الميليشياوي في غرب ليبيا، هو يأتي في ضمن الدفاع عن النفس وليس لإعلان الحرب، لأن لم يكن يوما الجيش الوطني الليبي هو من يعلن الحرب، بالعكس الجيش الليبي يسعى إلى فرض هيبة وسيادة الدولة الليبية. ولكن الآن رغم أن القوات المسلحة أو الجيش الليبي قدم عديد التنازلات من أجل وقف إطلاق النار، وأيضا من أجل إعطاء مساحة للمسار العسكري المسار السياسي بأن يأخذ وقته أو أن يجدوا خارطة للطريق، ياتي في المقابل الدور التركي الميليشياوي المدعوم او المقبول من حكومه الوفاق، التي ضمنيا تقول بانها مع وقف اطلاق النار، ولكن علنيا هي ليس مع وقف اطلاق النار، هي تسعى فعليا الى اداره الحرب. يعني التحشيد العسكري بهذا الشكل الغريب او الكبير جدا يعطي معطيات على الارض تقول بان الحرب وشيكه، الحرب قادمه. تصريحات اردوغان الاخيره التي قال فيها ان المشير حفتر هو عدو لتركيا ولا يمكن ان تتساهل تركيا الى ان تحرر الموانئ النفطيه، ايضا هو كبادره اعلان حرب من الجانب التركي او اعطاء الاشاره الى الميليشيات باقتحام او احتلال الموانئ النفطيه من اجل تركيا. اما دعوه المشير حفتر الى الاستعداد هي تاتي في ظل الدفاع عن النفس وفي ظل الاستعداد والتعبئه الكامله للقوات المسلحه لفرض اي هجوم ورد العدوان. طيب، هل يؤخذ في الاعتبار في هذه التحركات التنسيق مع دول الجوار وعلى رأسها مصر؟ نعم، هو الدور المصري هنا سيكون له يعني ثقل، خصوصا وان الرئيس السيسي قد اعلن في مسابقه خط سرب الجزرة هو خط احمر، وهو ما جعل تركيا تتمهل كثيرا بان تقتحم هذا الموضوع. ولكن الان إذا فعلا تقدم أردوغان على هذه الخطوة، وهو طبعا أردوغان للعلم يتسم بسمتين، إذا اتسم بهما صاعد السياسي دلالة على أن الرجل سيدخل بلاده في مشاكل اقتصادية وحتى عسكرية، هو الحمق السياسي والغباء السياسي، وهاتان السمتان لدى أردوغان. هو فيما لو أقدم على هذه الحرب ستتحول الحرب المحلية لحرب دولية، تكون ليبيا ساحة لحرب دولية. نعم، تدخل فيها العديد الدول. لكن اعتقد بان الدور المصري سيكون قوي جدا، لن تسمح مصر بهذا التقدم، اضافه الى الدور الفرنسي والدور الايطالي الاخير، لا ننسى زياره رئيس الوزراء الايطالي الاخير الى القياده العامه، بفي على ان الدور الولايات المتحده اذا كان الاداره الجديده استلمت ستكون هناك متغيرات كثيره جدا، لا يمكن لاردوغان، هو يسعى فعليا ان يقوم بعمليه عسكريه قبل ان يستلم جو بايدن ادارته. اذا السيد احمد المهداوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.